منافسات الهجن العربية الأصيلة على أرضية هذا الميدان. هذا النشاط التراثي المميز الذي ينطلق بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرعاية الكريمة لانطلاقات هذا التحدي وهذه الإثارة في سباقات الهجن العربية الأصيلة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه وحفظ الله كافة شيوخنا الكرام. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط وأول التحديات في هذه الإثارة بمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن اللقاية في انطلاق مدار 14 شوطا ولمسافة 4 كيلومترات. بسم الله بدأنا وننطلق إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المتابعة على تحديات هذه الإثارة على أرضية هذا الميدان. المقدمة وبداية التحدي والإثارة، اللبسة في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن لاحج الحلامي في المركز الأول، بينما في المركز الثاني نذهب إلى الذيبة في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. انتقلنا إلى المركز الثالث وهذه شاينية لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمعة الغويص الذي يتابع هذا التحدي هناك على المركز الرابع. مباشرة إلى الشايبة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن خميس الغويص المركز الخامس. التحدي القادم من الحقا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري وعلى المركز السادس. انتقلنا من خلال التحدي إلى وجود راية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري سابع المراكز، وتقدم مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري، بينما في المركز الثامن تأتينا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري، والشاهنية تأتينا على المركز التاسع لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، وفي المركز العاشر أيضا تواجد الشاهنية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه البداية ومنتصف المسافة من خلال هذا الانطلاق الذي يحمل التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، الكل يحدد مسار التميز، مسار البداية الأولى، مسار هذه الانطلاقات وانطلاق المركز الأول. تغيير على المقدمة، وجود الشاهنية في المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن يمعة الغويص الذي يتابع هذه البداية، والذيبة تأتي على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد هنا على المركز الثالث. عودة إلى الحقة ايضا بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري، وتليها ايضا مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع عبد الله بن ثعيلب الهايري. ما شاء الله وتبارك الله، مياس وصلت الشاينيه في هذه اللحظات الى المركز الخامس لهجن العاصفه مع غياث الهلالي، وتاتينا ايضا الشاهنيه على سادس المراكز لهجن العاصفه ايضا مع وجود غياث الهلالي، بينما في المركز السابع هناك ايضا دخول شاهيني اخر بشعار هجن العاصفه من خلال هذه الانطلاقه مع غياث الهلالي واندفاع. ما شاء الله هنا المقدمه والكل هنا يطالع في هذه اللحظات انطلاقنا ودخول الكيلومتر الاخير. ما شاء الله ما شاء الله، الصداره والبدايه والاثاره مع وجود الشاهنيه لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمعه الغويص السويدي. ما شاء الله، ولكن
تاخذ موقعها المميز في الصدارة والتحديات والموقع الصحيح. العاصفة على المركز الأول، هجن العاصفة مع غياث الهلالي كذلك تأتي في المركز الثاني أيضا الشاهينية لتنتقل الصدارة إلى العاصفة وهجنها في أدائها المميز من خلال هذه الأسماء ما شاء الله وتبارك الله. سار الجميع إلى التحدي والتنافس ثنائي على المقدمة في ذات الشعار ونفسه ما شاء الله وتبارك الله. لحظات النهاية والانطلاق وأداء رائع لهذه الهجن المميزة، تهانينا والناموس من خلال هذه المسافة الباقية في هذه الانطلاقة لهجن العاصفة ومالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا غياث الهلالي، سلام سلام يا العاصفة، سلام سلام يا العاصفة، سلام. المركز الأول والمركز الثاني بلا منازع ومنافس ما شاء الله. مشكور غياث الهلالي، أداء رائع مع هذه اللحظة في المركز الأول والشاهينية والصدارة وهجن العاصفة. دائما كالعادة تبدأ بالمنافسة في أول الانطلاقات. المركز الثاني شاهينية أيضا لهجن العاصفة، بينما في المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة، والمركز الخامس كان وجود بياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هذه البداية والانطلاقة والتحدي والإثارة مع هذا المسار ما شاء الله وتبارك الله. عودة ست دقائق عشر ثواني يسحب الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي ما شاء الله. البداية الموفقة والأداء الرائع الذي يعلن هنا انطلاقة أول التحديات. المركز الثاني كانت شاهينية أيضا ست دقائق 15 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي. أما ثالث المراكز فكان التواجد الشاهينية أيضا، تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا علي بن يمعة الغويس وست دقائق 16 ثانية وتسحب من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ما شاء الله وتبارك الله. الانطلاقات متميزة والأداء هنا يبدأ بانطلاق ثاني الأشواط، ولكن الإبكار المهجنات التي تحمل هذه النوعية المميزة وتعلن انطلاقها في ثاني